والله القوانين الدولية واضحة في هذا المسعى، يمنع منعا باتا أنه تكون أي أمور تخرط السياسة بالرياضة. لذلك نحن نحترم القوانين ويجب على هذه القوانين أن تحترم. لذلك القرار هو قرار منطقي وقانوني، حيث لا يمكن أبدا أن نعترف بأمور لا تلقى اعتراف الهيئات الدولية وكذلك الهيئات الإقليمية. لذلك القرار موحد وهذا يعكس وضعية الجزائر دولة وشعبا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.